مستمعينا في لقائنا اليوم عن موضوع الثقافة البرلمانية، نستعرض وإياكم ما هو مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها صباح اليوم، والموضوع هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 75 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. نتعرف على تفاصيل هذا المشروع بقانون من خلال لقائنا مع السيد محمد المدني، باحث قانوني بالأمانة العامة لمجلس النواب. صباح لك بالخير سيد محمد، وحياك الله معنا في صباح الخير يا بحرين. صباح النور، حياك الله. يعني أستاذ محمد، موضوع المعاشات والمكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أخذ لغط كبير في شارع البحريني، لو بس نعطي المستمعين بإيجاز فكرة هذا المقترح. في البداية أود أحيي طاقم البرنامج وجميع مستمعي إذاعة البحرين، أوجه الشكر القائمين على هذا البرنامج المتميز على إتاحتهم الفرصة لإلقاء الضوء على الموضوعات التي يناقشها مجلس النواب. الموضوع اللي نتحدث عنه اليوم هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. هذا المشروع في الأصل كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وتم وضعه في صيغة مشروع القانون، أحيل بعد ذلك إلى لجنة الخدمات بعد أن استكملت اللجنة دراسته، أعدت تقريرها الذي سيعرض اليوم لمناقشته في الجلسة. فكرة هذا المشروع تتلخص في أن قانون مكافآت التقاعد لموظفي الحكومة حاليا لا يشمل الموظفين الذين يرتبطون بعقود مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. نعم. يعني الموظفين المؤقتين لا يشملهم هذا القانون. نعم. يشمل فقط الموظفين الدائمين. هذا التعديل يريد أن يمد المظلة الحماية التأمينية كذلك على الموظفين المؤقتين. نعم، واضح. فهو هذا القانون راح يختص بس جزئية اللي عندهم عقود مع المؤسسات الحكومية وليس الموظفين المرتبطين بعقود مؤقتة مع الجهات الحكومية. إذا شو التأثيرات؟ هو فعلا هذه هو السؤال، يعني الآن التأثيرات والتبعات الإيجابية لمثل هذا المشروع بقانون، خصوصا وأن هناك العديد من الوزارات حاليا يعني تحاول أن تجد حل لأصحاب العقود المؤقتة، بحيث أنه يعني تخفف من الضغط على الميزانيات، وفي نفس الوقت تستفيد من هذه الطاقات من خلال يعني إيجاد مخارج قانونية أخرى. فإلى أي مدى هذا القرار ممكن أنه يساعد في التأثير بشكل إيجابي على أوضاع المتقاعدين أو المتعاقدين؟ طبعا هذا التعديل جاء بعد تلمس أصحاب السعادة أعضاء المجلس لحاجات المواطنين من خلال التواصل معهم. لوحظ أن العديد من المواطنين يرتبطون مع بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بعقود توظيف مؤقتة. هؤلاء لا يخضعون لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. يتم في بعض الأحيان أيضا تجديد هذه العقود بشكل متكرر، يبقى الموظف عدة سنوات يعمل دون أن تحتسب له مدة خدمة للتقاعد. نعم. عشان يحصل بعد ذلك على المزايا والحقوق التقاعدية أسوة بنظرائه من الموظفين الدائمين. لذلك جاء هذا التعديل. نعم. من أجل أن يمد مظلة الخدمات التأمينية التقاعدية عشان تشمل هذه الفئة من المواطنين. نعم. ويوفر لهم ولأسرهم الضمان الاجتماعي اللازم حسب ما قرره الدستور. طيب، هل سيكون يعني هذه الإجراءات وهذه المظلة على ذات المستوى للموظفين يعني الموظفين الرسميين حسب اللي يتبعون طبعا قانون ديوان الخدمة المدنية؟ نعم، سيكون بنفس المستوى ونفس المزايا التي يحصل عليها الموظف الدائم، كذلك الموظف المؤقت يكون له ذات المزايا وذات الحقوق.
يعني مقترح أو قانون فعلا مهم جدا، ولسيما في أن هناك فعلا العديد من المؤسسات الحكومية تستعين بخبرات هؤلاء المتعاونين. شكرا لك أستاذ محمد المدني على هذا الإيضاح، وشكرا للأستاذ محمد المدني باحث قانوني بالأمانة العامة لمجلس النواب. عفوا.